شباب من العراق اجتمعوا مع بعضهم لتكوين فريق يو تي ان وان الغنائي. انا التقيت اعضاء الفريق بيوم طويل من الشوبينج لنتعرف اكثر على ذوقهم. انا اليوم جدا سعيده، صبيه بين اربع شباب ومهضومين كثير، فرقه يو تي ان وان العراقيه. اليوم رح نتعرف اكثر على ستايلهم، شو بحبوا، ورح نعمل شوبينج. اوكي شباب حاضرين؟ انا حابه اليوم اعرف كل واحد منكم شو بحب. بدايه خليني اعرف بالاسماء، احنا بنعرفكم يو تي ان وان، حسن، اخلد، ارت، وشانت. اوكي اسماء شوي صعبه، اعذروني. خليني بلش. حسن، قد ايه بتحب الموضه؟ قليل يعني، كثير من وقتي يعني بالحياه الطبيعيه انه اكون مشغول بالشغل الميوزك، بس اكيد بالموضه وبالشوبينج ايضا عندي ستايل معين، وعندي وقت دائما انه احب اجي اسوي شوبينج، اتمشى، اشوف الليتست يعني الابديتس بالفاشن. واللي انا معروف به بين الشباب انه اسرع واحد باللبس يعني. قالت لي لو في مني اثنين اي وحده منا تختار. خلينا نشوف اخلد هلا شو بحب بالموضه، واذا سريع كمان مثل حسن او بتعذبهم للشباب. ابطا هو شعره طويل بيطلع. طيب كيف ستايلك؟ كيف بتحب تظهر على الجمهور؟ يعني ما انه يعني صح بالحفلات يمكن او بالمناسبات لا نغير، بس بالحياه الطبيعيه هيك مثل ما هلا شايفين. تيشيرت، جاكيت، جينز. سالتني بلحظه جنون لو انا غيرك هويت. خلينا نشوف ارت شو بحب من الموضه وقد ايه بتعني لك الموضه. بالنسبه لنا كفنانين هلا صارت يعني فرض علينا انه نهتم اكثر مما قبل. اكيد انا احب الموضه، بس هلا صار مسؤوليه لانه دائما لما نطلع المولز او شيء لازم عيوني يعني على الويندو شوبينج اسوي. واو شو في جديد، شو في هيك شيء بيلبقني. بس انا اكثر شيء بحب الكلاسيك. انا بقول شانت بحب كثير الموضه، ما بعرف ليه هيك وحيلي هيدا الموضوع. الموضه او غير الموضه؟ صحيح الموضه زائدا الرياضه، انا عندي شيئين مهمين هذول. يعني انا وصغير كنت اشاهد كثير الموضه. مبين بحب الرياضه بصراحه، ما تقولوا لي مش مبين لانه مبين قد ايه بحب الرياضه. اوكي تفضل. يعني انا من النوع اللي احب البس يعني بين روك ستايل وبين كاجوال، كل شيء يعني رياضي. نعم كل شيء يعني البقني بحس البس. ساعتها جاوب علي شباب رح بترككم هلا هيك تبرموا وتسيحوا وتمرحوا وتعملوا شوبينج. اوكي لان انا وعدتكم لازم تعملوا شوبينج. لكم هالمحل كبير، يلا كل واحد يشوف شو بده. مش من هواة السانجلاسز انا. بس بتحب هيك تتفرج؟ بتفرج عليهم بس ما اعرف يعني اشتري منهم بس احطهم بالبيت. لنشوف باقي الشباب شو عم بيعملوا. ارت، هاي هيئتك بتحب الكرافاتات يا ارت. ها قاعد عم بتجرب وهيك شيء. ايه وانت بتحب الكلاسيك؟ بالضبط كلاسيك على الجينز حلو. بتحب كرافات على الجينز اصلا دارجه كثير هي. بالضبط. شوف شانت شو عم شو شانت هالبليزر الفضيه على الجري على حلوه. هذا بتحب هالستايل؟ المشكله شو يعني كثره الحفلات لازم الفنان لازم عنده شيء جديد يلبسه كل مره، سواء حفله او لقاء تلفزيوني او اي كان يعني اي شيء كان. فاكيد انه بحب الالوان اللي يكون الفضيه اللي يعني جريئه. جريئه. بدي اشوف اخلد وينه وين. بتحب التيشيرت؟ كثير اسهل واحد حتى اصير اسرع من حسن اخذ تي شيرت واطلع. على اساس هو كان اسرع واحد، هو بده يكسر الرقم القياسي هلا. اهون شيء يعني مثل ما قلت بتحب سبور. طيب بتحب تلبس الوان يعني تي شيرتس ملونه؟ يعني جريء احمر. احب اللون.